إخواني وأخواتي عذرا على الانقطاع لأنه بصير storage problems. الآن عندي مثال مهم، مثلا limit sin 4x على x زائد tan 7x. لو عوضنا محل x بصفر شو بده يصير عندي؟ sin 0 على 0 زائد tan 0 اللي هو 0. إذن التعويض المباشر بيعطيني 0 over 0. طيب شو المعالجة اللي بدنا نعملها هون؟ هل يجوز إن نوزع البسط على الجمع اللي في المقام؟ هذا غير جائز. لو كانت مقلوبة الأمور يجوز، لكن بالحالة هاي لا، ما بنقدر. طيب شو هو الترك المناسب للتعامل هون؟ اللي هو أن نقسم نفس اللي عملناه في الأمثلة السابقة، نقسم البسط كله على X والمقام كله على X. ساين 4X قسمناها على X، هسه بدي أقسم المقام كامل، المقام كامل على X. X على X فيها واحد، زائد تان 7X على بتقسمها على X. الآن بنوزع الليمت للبسط والمقام، فليمت البسط حسب القاعدة اللي شفناها قبل شوي، هذا اللي هو 4. الليمت للمقام نهاية الثابت طبعا نفسه اللي هو 1، زائد ليمت تان 7x على x اللي هو 7. فإذا بطلع الجواب 4 على 1 زائد 7 اللي هو 4/8 اللي هو نصف. شوفوا لي المثال التالي. مثلا عندي ليمت x على ساين الجذر التكعيبي ل x. الآن الزاوية جذر تكعيبي، بينما هون x. شو ممكن نعمل بالx هاي؟ ممكن نحولها إلى x قوة ثلثين. طبعا الجذر التكعيبي ل x هو x قوة ثلث. الx هاي حولت إلى x قوة ثلثين في x قوة ثلث على ساين الجذر التكعيبي لx اللي هو x قوة ثلث. الآن هذا الضرب بقدر أكتبه بهذا الشكل، هاي الx قوة ثلثين وهاي الx قوة ثلث على ساين الx قوة ثلث. هذا اقتران وهذا اقتران، لا مانع من التوزيع النهاية. الآن هذا x قوة ثلثين هون، لاحظوا عندي مقدار على جيب المقدار. احنا شو تعودنا؟ انه جيب المقدار على مقدار. طيب هاي كيف بحولها؟ بقدر احولها لواحد على ساين الجذر التكعيبي لاكس على الجذر التكعيبي لاكس. الان بالنسبة لهاي النهاية بسيطة جدا، تعويض مباشر، صفر قوة اثنين على ثلاث صفر، ضرب واحد على ليمت ساين جذر التكعيبي لx على جذر التكعيبي لx. طبعا انتوا عارفين الجواب راح يطلع صفر، بس في شغلة بدك تخاف منها اللي هي صفر في اي عدد هو صفر، لكن صفر في ما لا نهاية، يعني لو هذا المقدار طلع ما لا نهاية، هاي مشكلة لا تحل الا باستخدام لوبيتال. لذلك انت هنا مضطر الى ان تعرف ما هي نتيجة هاي الليمت، لانه لو صفر في ما لا نهاية، لو هذا المقدار ما لا نهاية، لازم استخدم لوبيتال. لكن هذا المقدار بصراحة راح يطلع واحد، ليش؟ لانه ليمت ساين زاوية على نفس الزاوية. نستخدم هون نفس التريك القديم اللي هو بنفرض الزاوية بتساوي واي. لحسن الحظ لما x تقول لصفر، جذر التكعيبي لx بيقول لصفر، وبالتالي y تقول لصفر. إذن هذا بصير وكأنه limit لما y تقول لصفر لساين الy على y اللي هو واحد بطبيعة الحال، فبصير عندي صفر ضرب واحد على واحد اللي هو صفر، وهي نتيجة تعني إنه النهاية موجودة وتساوي صفر. الشيء الأخير اللي بدنا ندرسه اليوم اللي هو نهاية بسط ومقام، طبعا بس لما يكون مش صفر على صفر،
عدد غير صفري على صفر. كنت أنا في البداية قد تحدثت عن هاي الحالة قليلاً، إذا بتتذكروا نرجع على صفحة رقم 2. هون لما قلت عدد غير صفري على صفر دائماً الجواب بطلع does not exist، لكن كما ذكرت إن هنالك تفاصيل لابد من دراستها، وهذا هو هدفنا الآن. الآن في المثال الأول لو قلت لك limit 1 على x ناقص 3 لما x تؤول لـ3، هل هاي نهاية عامة ولا طرف من طرف واحد؟ لا عامة مباشرة. الجواب كون التعويض بيطلع عدد على صفر، عدد غير صفري على صفر، مباشرة بنقول له الجواب does not exist، ولا يوجد جواب آخر. بينما لو كان عندك سؤال مستقل limit 1 على x ناقص 3 لما x تؤول إلى 3 من طرف اليمين، هون الجواب موجب ما لا نهاية. بينما لو x تؤول لـ3 من طرف اليسار، هون الجواب سالب ما لا نهاية. مهم جدا الآن إنه نعرف ليش هون موجب ما لا نهاية وليش هون سالب، وهاي بدي تركيز شوي لأنه الأمور مش يعني بسيطة جدا مثل ما أنتم متخيلين. الآن التعويض المباشر بعطيني 1 على 0، إذن الجواب بهاي الحالة يا موجب ما لا نهاية يا سالب ما لا نهاية. ما الذي يحدد؟ الذي يحدد أنك بتأخذ عدد قريب جدا. إذا قلنا عند 3 من اليمين بأخذ عدد أكبر من 3 بشوي، مثلا 3 و1 بالعشرة، بحطه محل الإكس. 3 و1 بالعشرة ناقص 3، 1 بالعشرة موجب، موجب على موجب، إذن الجواب موجب ما لا نهاية. بينما هون لما X تؤول الثلاث من جهة اليسار، أعطيني عدد قريب إلى 3 من جهة اليسار، قد تقترح 2 و9 بالعشرة. عوض هون 2 و9، 2 و9 ناقص 3 موجب أم سالب؟ سالب. البسط موجب، موجب على سالب، إذن الجواب سالب ما لا نهاية. شوفوا المسألة هاي المسألة طبعا بجوز واحد يقول لي هل هاي exist ولا does not exist، ونقول له does not exist، وهون does not exist. طبعا ترى هذا سؤال مستقل وهذا سؤال آخر مستقل. الآن الأمر المهم جدا إنه بجوز واحد يقول لي طب بالامتحان شو أختار، موجب ما لا نهاية ولا does not exist؟ حقيقة لا يمكن إنه نجيب لك خيارات يكون فيها موجب ما لا نهاية و does not exist خيار آخر، لأنهم اثنيناتهم صح. لكن الأكثر إيضاحا أو تفصيلا اللي هو هذا الجواب. لذلك إحنا عادة ما منجيب يعني منجيب مثلا والله الليمت هاي هل تساوي 1 ولا 2 ولا موجب ما لا نهاية ولا سالب ما لا نهاية مثلا. الآن خلينا نشوف هذا السؤال. هذا السؤال لاحظوا هون في تربيع، والتربيع هاي مهمة لأنه سواء اقتربنا إلى 3 من اليمين ولا من اليسار، الجواب دائما رح المقام دائما رح يكون موجب. لاحظوا هون هذا سؤال مستقل نهاية عامة، الآن مندرسها من اليمين ومندرسها من اليسار. إذا أخذناها من اليمين وأخذنا 3 و1 بالعشرة كعينة مثل ما ذكرنا، وعوضناها هون 3 و1 بالعشرة ناقص 3، 1 بالعشرة تربيعها موجب، إذن موجب على موجب، إذن موجب ما لا نهاية. أيضا هون لو أخذنا 2 و9 بالعشرة كعدد على يسار الثلاث، 2 و9 ناقص 3 هو سالب عشر، ربعه بصير موجب، إذن موجب على موجب موجب. إذن لاحظوا هون من الطرفين إيش موجب ما لا نهاية، والسبب كان هو التربيع. لذلك كونها تساوت من الطرفين وكما ذكرنا سابقا للإنصاف نضعها هنا ما لا نهاية، وهذا لم يشفع لها فتبقى does not exist. لكن الجواب مثلا هون بنقدر نقول
ما لا نهاية. بس هون مثلا بالمثال هذا السابق ما بنقدر نقول ما لا نهاية لأنها من اليمين بتختلف عنها من اليسار. شوفوا معي المثال التالي. limit secant x قاطع x. هذا مثال من الأمثلة اللي ممكن أنت ما تنتبه شو نوعه. حقيقة هذا المثال نوعه بسط ومقام، لأنه السيكنت هي عبارة عن واحد على كوساين. لاحظ أنه الزاوية اللي اخترناها هي زاوية بتسبب مشكلة في المقام، لأنه كوساين الباي اثنين هو صفر. إذن عندي واحد على صفر، واحد على صفر. لاحظ أنا طالب من أي جهة؟ من جهة اليمين. جهة الباي اثنين كم بتكافئ بالدرجات؟ تكافئ 90 درجة. طيب أنا إكس تقول إلى باي اثنين من اليمين. يمين يعني من فوق 90 درجة ولا من تحت 90 درجة؟ لا، من فوق 90 درجة. طيب لما نكون إحنا فوق 90 درجة بنكون بالربع الأول أم بالربع الثاني؟ لا، الجواب بنكون بالربع الثاني. يعني لو أخذنا عينة، زاوية عينة، ممكن نأخذ مثلا 120 درجة. المهم إنه كوساين العينة رح يكون موجب أم سالب؟ رح يكون سالب. ليش؟ لأنه الجتا أو الكوساين في الربع الثاني سالب. كما تعلمون بالربع الأول كل الاقترانات المثلثية موجبة، كل حاكم ظالم جتا. الآن الربع الأول كلهم موجبات، الربع الثاني بس الجيب موجب، والباقي سالبات. الربع الثالث الظل موجب والباقي سالبات، والربع الرابع الجتا موجب والباقي سالبات. طيب إذن الجواب هون ناقص ما لا نهاية، ومثل ما قلنا يبقى does not exist. إذن من هاي الأمثلة بدك تعرف إنه إحنا ممكن نسألك عن الليمت العامة، وممكن مرات نسألك عن الليمت الفردية، أو يعني بمعنى عفوا الطرفية، من طرف واحد. الآن ليمت واحد على x ناقص 4 في 5 ناقص x. x تقول 5 من اليمين مباشرة. طبعا الخمسة صفر مقام، معناته الجواب رح يطلع موجب ما لا نهاية أو سالب ما لا نهاية كونه من طرف واحد. الآن شو العينة اللي المفروض نختارها على يمين الخمسة؟ خذ 5.1، 5 واحد بالعشرة. البسط موجب، 5 واحد بالعشرة ناقص 4 برضو موجب، 5 ناقص 5 واحد بالعشرة سالب. إذن موجب، موجب سالب. إذن صار كأنه موجب على سالب لأنه هون حاصل ضرب. إذن الجواب بيطلع سالب ما لا نهاية. مثال آخر أكثر إيضاحا، اللي هو لو أخذنا X تقول إلى الخمسة من جهة اليمين زي هون، لكن حطيت بالبسط X ناقص 6. أعطيني عدد على يمين الخمسة وقريب، لازم يكون قريب. خمسة واحد بالعشرة، أوكي، خمسة واحد بالعشرة ناقص ستة. لاحظوا خمسة واحد بالعشرة ناقص ستة هو سالب على خمسة واحد بالعشرة ناقص أربعة موجب، خمسة ناقص خمسة واحد بالعشرة سالب. إذن هذا يساوي سالب على سالب ويساوي موجب. إذن لهذا السبب بيكون هون بتكون هون الإشارة موجب ما لا نهاية. الآن يبقى إني أتحدث عن أمرين سهلين، اللي هو مثلا ليمت جذر الإكس لما إكس تؤول إلى الصفر من جهة اليمين. هل هذه الآن إحنا بنتحدث عن النقطة الطرفية، هل نستطيع هذا الاقتران مجاله من الصفر مغلقة إلى ما لا نهاية؟
هل نستطيع أن نتحدث عن النهاية من جهة اليسار؟ لا، ممنوع أصلا يجيك سؤال زي هيك، فقط من جهة اليمين. الجواب تعويض مباشر، صفر. limit جذر 7 ناقص x. هذا الاقتران شو مجاله؟ هذا مجاله من سالب ما لا نهاية إلى 7، من سالب ما لا نهاية مفتوحة إلى 7 مغلقة. إذن هون فقط مسموح لي أسألك لما x تقول إلى 7 من جهة اليسار، وأيضا الجواب بطلع صفر. هذا مثال مستقل. ماذا لو قلنا مثلا f of x يساوي 2x زائد 3 حيث x أكبر من 5، و x تربيع ناقص 7 حيث x أقل أو يساوي 5. لو هون حكيت لك شو هي limit f of x لما x تقول إلى 5 من اليمين، مباشرة 5 من اليمين يعني فوق 5، إذا منعوض في هذا المقدار. بده يطلع عندي 2 في 5 10 زائد 3 13. limit f of x لما x تقول إلى 5 من اليسار يساوي، بنعوض كونه 5 من اليسار يعني قبل الخمسة، إذا بنعوض هون 5 تربيع 25 ناقص 7 18، إذا هون 13 وهون 18. هذا جواب النهاية من اليمين، هذا جواب النهاية من اليسار. طب لو قال لك بدي النهاية العامة limit f of x لما x تقول إلى 5، بنقول له مباشرة does not exist، والسبب إنها مختلفة بين اليمين واليسار. يعطيك العافية، هاي هي مادتنا لليوم، وأراكم في لقاءات لاحقة إن شاء الله. يعطيك العافية.